اسمي زانا وعمري 22 سنة وأنا من شمال سوريا. بعد وصولي إلى مكتب شؤون الأجانب كان علي الوقوف في الصف. أنصح طالبي اللجوء لا يأتوا في آخر الأسبوع لأنهم للأسف لن يجدوا مكاناً للمبيت أو الإقامة وسيقضون لياليهم في الشارع على الأغلب. هنالك ثلاث مراحل تمر بها عند طلب اللجوء. الأولى تبدأ بإعطاء معلومات أساسية عنك مثل الاسم ومن أي بلد أتيت وما هي اللغة التي تتكلمها، وهنا أؤكد بشدة على أن تذكر لغتك الأم. وبعدها يتم إدخال بصماتك، ثم يتم إدخال بصماتك في نظام يسمى يوروداك للتأكد من أنك لم تكن في بلد آخر. والخطوة الثالثة هي الفحص الطبي. عندما يسألونك عن مسائل صحية وعن اللقاحات التي أخذتها في السابق، ثم يسلمونك وثيقة ويرسلونك إلى أحد المراكز. وغالباً ما يسألونك إن كان أحد أفراد عائلتك يقيم في بلجيكا، لكي يتم إرسالك إلى مركز قريب منهم إذا كان المركز القريب قادراً على الاستيعاب. المراكز غالباً ما تكون ممتلئة، ولكنهم يحاولون فقط. خلال المقابلة الأولى في مكتب شؤون الأجانب، من المهم جداً ألا تكذب في ذكر البلد الأوروبي الأول أو البلدان الأوروبية الأخرى التي زرتها قبل بلجيكا، لأنه كما ذكرت لكم في الخطوة الأولى هم يأخذون بصماتك وسوف يرون إن كنت قد أتيت من بلد أوروبي آخر. تحدثنا عن كل التفاصيل ولماذا نقلت من ذلك البلد ولماذا نحن في بلجيكا إلى آخره. أنصحكم أن تختصروا الكلام، هذا مهم فعلاً، لأنك إذا أسهبت سيختصرون المقابلة. من المهم أن تذكر الأشياء الهامة. انتظرت طويلاً تلك المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، لأنه كان علي الانتهاء من إجراء دبلن. عموماً تم ذلك بنجاح. سوف تتساءل دائماً، هل سيسمحون لي بالبقاء هنا؟ أو هل سيقومون بترحيلي إلى بلدي وما شابه ذلك؟ بالنسبة للمقابلة الثانية، لقد تهيأت لها مع المحامي وكان يسألني أشياء كثيرة. كنت أحضر وأطبع كل شيء وألونها وهكذا. أظن أنه كان هاماً جداً أنني لم أكذب عليهم. جاءتنا رسالة لدعوتنا إلى المقابلة الثانية مع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية. أظن أن الإيجابي في مكتب المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أنه بجانب محطة القطار، لم يكن من الصعب علينا العثور عليه. عندما كنت في غرفة الانتظار كنت متوترة، هذه حقيقة لا أنكرها. سترى الكثيرين في نفس وضعيتك يعيشون حالة التوتر مثلك. بعد ذلك وصل المحامي وتحدث معي، ثم جاء موظف الحماية وأخذني معه. في المقابلة الثانية يتواجد المحامي وموظف الحماية ومترجم. دور موظف الحماية هو طرح أسئلة وهي تخص غالباً البلد الذي أتيت منه. تخص البلد الذي أتيت منه. سألوني عن مدينتي والشارع وسبب مغادرة بلدي. يمكنك أن تتعمق وتحكي لهم ماذا حصل في الحقيقة وكيف ولماذا. كنت مضطراً لمغادرة بلدك. أظن مرة أخرى أنه كان مهماً جداً أنني لم أكذب عليهم. وبناءً على تلك الأسئلة يقرروا منحك إقامة لاجئ أو الحماية المؤقتة أو الرفض. دور المترجم هو أن يترجم كل شيء حرفياً. المترجم ليس له أي تأثير على القرار.
كانت الترجمة موضوعية أثناء الترجمة لأنهم بعد المقابلة يعطونك الفرصة للتأكد من أنهم كتبوا كل شيء. كان المحامي جالساً قبالتي. طبعاً ليس له الحق أن يتدخل أثناء المقابلة، لكني أحسست بالراحة. كان لي أنا وأسرتي فقط وثيقة عائلية تثبت أننا عائلة، وأسماؤنا وتواريخ ميلادنا ولا شيء غيرها. وقد طبعت من الإنترنت جميع الوثائق بوضعية الأخرى التي تتعلق، وقد ساعدت موظف الحماية كثيراً حين أبرزت تلك الوثائق واستشهدت بها، وهكذا كان بإمكاني إثباتها في نفس الوقت، وكان لذلك دور إيجابي في قضيتي. بعض الوثائق التي طالب بها موظف الحماية لم تكن بحوزتنا، لقد أرسلت كل تلك الوثائق عن طريق الإيميل. كان بالإمكان إرسالها بعد المقابلة الثانية، لكن أقترح أنه إذا كانت معك بعض الأشياء أحضرها معك للمقابلة ولا تفكر إن كان ذلك جيداً أم لا، لأنهم سوف يقومون بنسخ كل شيء. بعد المقابلة الطويلة أحسست براحة كبيرة، وشعرت أن عبئاً ثقيلاً قد أزيح عن كتفي. في الحقيقة كنت مثال العصفور، وكنت فرحة جداً أن الأمر قد انتهى. كنت أحاول ألا أفكر كثيراً بشأن القرار، لأنني لم أكن أرغب في أن يؤثر ذلك على حياتي وروتيني اليومي. وعليه حاولت أن أركز خاصة على العمل والأصدقاء وقضاء وقت مع عائلتي وهكذا. حاولت أن أشغل نفسي لأن ذلك يساعدني كي أبقى هادئة بعد المقابلة الطويلة. كنا خاصة ننتظر القرار. أظن أننا تلقيناه بعد 20 يوماً. يعتبر هذا قراراً سريعاً. هنالك أناس انتظروا طويلاً وآخرون انتظروا أقل مني. أعرف أن بعض الأشخاص تم قبولهم في ظرف أسبوع، كما أن أناساً آخرون انتظروا 3 أو 4 أشهر أو ربما أكثر. في البداية جاءتنا رسالة مسجلة، واتصل بي المحامي أيضاً ليؤكد لي النتيجة.